هتكلم عن صلاح، بس بعد ما اروح لزميلي كريم احمد في نادي الاهلي نعرف منه. مفترض انه التمرينه يمكن هتبدا كمان دقائق، بس خلينا نروح لكريم ناخد منه اخر الاخبار والمستجدات. والنهارده زي ما قلت لكم بعد راحه 48 ساعه بقرار من مستر كولر هيعود الاهلي للتدريب مره ثانيه لغايه يوم الثلاث، ومن الثلاث نبدا رحلتنا ان شاء الله. يسافر الفريق على طياره خاصه للسعوديه عشان يبدا استعداده هناك المرحله الاخيره لمواجهه اتحاد العاصمه. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يعني اغلب الردود الافعال والاخبار اللي جات لنا انه المعسكر اللي كان موجود في النمسا كانت فوائده كبيره جدا، وكل اللعيبه دخلوا في يعني في حاله واحده او في مرحله انسجام وقربوا اكتر من مستر كولر، ومستر كولر ابتدى يشتغل معاهم بشكل كبير. عايز اعرف بس ما بعد المعسكر، طبعا كان في راحه 48 ساعه، الاسبوع ده ملامحه ايه والاستعداد او برنامج الاستعداد والتحضير لمباراه اتحاد العاصمه يوم الجمعه اللي جايه يا كريم؟ بالتاكيد طبعا زميلي احمد، يعني قرار توجه النادي الاهلي او تواجده في معسكر خارجي او معسكر اوروبي قرار كان مهم جدا الحقيقه، لكن الاستفادات اكبر. يعني الانسجام كان مهم جدا، لكن الاستفادات الفنيه، ويمكن قلنا كولر كان معذور الحقيقه الفتره اللي فاتت، يعني الراجل كان كل 48 ساعه مباراه ما بيلحقش ان هو يصحح الاخطاء بشكل عملي. يعني النظري كان مهم جدا ان انت تتكلم في المحاضره، لكن ما كانش عنده الحقيقه متسع من الوقت ان هو يبقى فيه تحفيز بكثافه للجمل التكتيكيه ان الراجل يصحح الاخطاء بشكل كبير. يعني كان امر مهم جدا الحقيقه ونجاح اكثر من رائع على المستوى الاداري والمستوى الفني على المستوى الجماعي الفردي لكل اللعيبه بالنسبه طبعا لمعسكر النمسا، ويا رب ان شاء الله تكون مردوده كبير ورائع ان شاء الله باذن الله في انطلاقه فريق للنادي الاهلي ابطال افريقيا ان شاء الله باذن الله، يكونوا هم ايضا كمان ابطال السوبر في مواجهه مهمه جدا امام اتحاد العاصمه الجزائري في المملكه العربيه للسعوديه. يعني نقدر نقول بقى الاستعدادات الحقيقيه خلاص بقى والرسميه من تدريب اليوم على ملعب مختار التتش. زي ما قلنا يمكن درجه الحراره خلال الايام الماضيه يمكن كانت صعبه شويه، والنهارده كمان يعني لو التمرين كان بدا في تمام السادسه الجو كان هيكون صعب، فممكن مستر كولر قرر ان هو يمكن ياخر شويه التدريب على ان ينطلق بمشيئه الله في السابعه. لكن الراجل كمان بيحاول ان هو يكون في محاضرات فنيه قبل التوجه الى الملعب او قبل النزول الى ملعب مختار التتش، فمن المقترح يعني او من المنتظر يكون التدريب في تمام السابعه ونصف. تدريب مهم جدا النهارده لان النهارده هي البدايه، الراجل هيحاول ان هو يعني ياكد على كل الامور الخاصه بالمواجهه. مباراه السوبر هي مباراه واحده، الجمهور النادي الاهلي الحقيقه بيضرب المثل، يعني زي ما شفنا التذاكر يعني كان امر مهم جدا ان انت تطمن على جمهور النادي الاهلي في السعوديه، وده مش غريب ومش جديد على جمهورنا العظيم. عشان كده ان شاء الله عندنا ثقه كبيره جدا في جمهورنا مع فريق النادي الاهلي ان النادي الاهلي بمشيئه الله يكون صاحب اللقب التاسع ان شاء الله بالنسبه للسوبر الافريقي. النهارده يمكن في نقطتين مهمين حابين نطمن على الثلاثي الحقيقه، عشان كده منتظرين نشوفهم بقى على ارض الملعب، نشوفهم في تدريبات متولي السوليه وياسر ابراهيم، حابين ان احنا نشوفهم النهارده في تدريبات. لكن زي ما بقول لك هي النقطه المهمه جدا ان ياسر يعني واحد من اللعيبه القريبين جدا جدا ان هم يكونوا متواجدين في قائمه فريق النادي الاهلي. 18 لاعب بتكون صعبه شويه ان انت تختارهم عشان تشارك بيهم في بطوله السوبر، عندك سكواد مميز جدا، عندك لعيبه رائعه جدا، فعشان كده يعني بنقول ربنا يكون في عون كولر النهارده، يكون يعني النهارده وبكره وبعده كمان قبل التوجه وقبل الانطلاق الى السعوديه يكون قدر ان هو يقيم بشكل كبير السكواد او القائمه اللي هتكون معاه ان شاء الله. ويا رب ان شاء الله الكل يكون جاهز، يعني الجاهزيه اهم من اي شيء، ان انت تكون جاهز بنسبه كبيره جدا في مباراه زي دي، ده امر مهم جدا. لو عندك الجاهزيه اقل الراجل اكيد هيستبعد اي حد من اللاعبين ويضم اللاعب الجاهز. عشان كده ان شاء الله باذن الله النهارده نطمن على الثلاثي، وايضا كمان نطمن على كل المجموعه العائده من منتخبنا الوطني سواء منتخب الاولمبي او منتخبنا المصري، لان امر مهم جدا ان انت تشوفهم ايضا كمان في التدريب، لان شفنا الالتحامات، شفنا الرباعي شارك في عدد دقائق كبير من المباراه، عندنا مشوار كبير جدا، عندنا سفر الى السعوديه، هنرجع على سان جورج، بعد كده عندك سيمبا، صعبه جدا الحقيقه الامور موسى ما يكون صعب. ياسين المكاري كمان محلل الاداء عنده مجهود كبير جدا لان هو بيجهز بالثلاث مباريات وليس مباراه واحده، فان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه مميزه لفريق النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي ان شاء الله يكون بطل السوبر. هو حقيقي زي ما انت بتقول يا كريم انا متفق معاك، انت من يوم الجمعه اللي جاي يعني القصه هتبقى غير، انت داخل على ماتشات منافسه مستوى المنافسه فيها هيكون قوي جدا، داخل على بطوله السوبر ليج اللي فيها الثمانيه الكبار في افريقيا، داخل على دور التمهيدي في الشامبيونز ليج، واجنده الاهلي صعبه 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 بكل المقاييس. اتمنى التوفيق للسكواد كله، وما عنديش شك انه مستر كولر هيعتمد على كل اسم موجود معاه في القائمه، ومن بكره ان شاء الله لو ما حلفناش الحظ ولحقنا بدايه التمرين معاك هنتابع معاك لحظه بلحظه اعتبارا من بكره ان شاء الله
كل الكواليس الخاصة بالتحضير لمباراة اتحاد العاصمة. أشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم أحمد، وحسنا فعل كولر بتأجيل التمرين. التمرين دايما بيبقى مظبوط معانا في السادسة، بس طبعا أنتوا عارفين الجو ال 72 ساعة الأخيرة دي كان يعني درجات الحرارة صعبة جدا، فيمكن عشان بس يعني تتكسر شوية لدرجة حرارة الجو وتقدر الفرقة أنها تتمرن بشكل كويس، قرر كولر أن هو يرحل التدريب شوية.